السلام عليكم إخواني، إن شاء الله سأقوم بشرح لكم اليوم إيردروب. هذا الإيردروب الرمز رمز الاختصار الخاص به بنيت، وهذا هو رمز أو الشعار الخاص في هذا الإيردروب. متواجد تقريبا على الإيردروب على إيتر فلاير، محفظش إيتر فلاير، لم يتبقى له سوى 14 ساعة تقريبا. يقول لك هنا سيوزع 300 مليون بيبليك إيردروب. سأقوم بشرح لكم خطوات التسجيل في هذا الايردروب مباشرة. أول شيء يقول لك هنا، أنا قد فعلت هذه الخصائص، كنت سجلت فيديو من قبل ولم يقوم بتسجيل الصوت. هنا يقول لك الاطلاع على الموقع الخاص، الموقع رؤية الموقع، بعد ذلك تأتي وتضغط هنا على continue. عندما تضغط على هذه الخانة سيحولك إلى الموقع الخاص به، مثلا يحولك إلى هذه الصفحة، هو الموقع الخاص به، تقوم بالإطلاع عليه هكذا، ثم ترجع إلى هنا، ثم تقوم بعمل بالضغط هنا تفعيل هذه الخاصية، ثم تضغط على continue. هنا يقول لك عمل فلو لمحفظة إيتر فلاير على التويتر، تأتي هنا بالماوس وتضغط على الرابط من هنا من الأعلى، تضغط عليه سيحولك إلى رابط التويتر. عندما يحولك الى رابط تويتر ايتر فلاير، انا قد عملت فلو، تاتي هنا وتضغط على فلو، بعد ذلك ترجع الى الصفحه الخاصه بالتسجيل. هنا ايضا يقول لك عمل ريتويت على التليجرام الخاص بايتر فلاير، تاتي الى هذا الرابط من هنا وتضغط عليه، ثم يحولك الى رابط الذي ستقوم بعمل تغريده لايتر فلاير. هنا تاتي وتضغط على لايك اذا اردت، وهنا تضغط على ريتويت. عندما تضغط على ريتويت بعد ذلك سترجع الى الموقع من هنا وتضغط على هذه الخانة لتفعل 10000 نقطة. هنا بالنسبة للفولو 10000 نقطة، وهنا بالنسبة لريتويت 10000 نقطة. تضغط عليه عندما تقوم بالدوران، تنتظر ثم تفعل 10000. هنا يقول لك عن التسجيل على التليجرام الخاص بإيتر فلاير، تأتي وتضغط من هنا، ستقوم بانفتاح لك خانة بالأزرق، تقوم بالضغط على كليك هير، ثم يحولك إلى التليجرام الخاص بإيتر فلاير، ثم تعمل جوان. هنا أيضا تعمل جوان على التليجرام الخاص بهذه العملة نت تليجرام جروب، الجروب الخاص به. هنا تأتي وتضغط من هنا، يقول لك قم بلصق محفظة، قم بلصق محفظة إيتر فلاير، تأتي هنا وتضغط عليها، ثم تقوم بلصق محفظة إيتر فلاير. من ليس لديه محفظة إيتر فلاير فليذهب إلى أنا سأقوم بعد الفيديوهات سأقوم بشرح كيف تسجيل محفظة إيتر فلاير، وقد قمت بشرحها في بعض الإيردروبات من قبل. تأتي وتذهب إلى اليوتيوب، وهناك العديد من الشروحات تقوم بكتابة كيفية شرح كيفية تسجيل في محفظة إيتر فلاير، أو شرح كيفية تسجيل في محفظة إيتر فلاير. سينبتقل لك العديد من الفيديوهات، بعد ذلك ستقوم بالضغط على فيديو وتقوم بالتسجيل. هناك بعض الصعوبات قد تواجه بعض الأشخاص في الإيردروبات أو في التسجيل في بعض المحافظ، فإذا كنت مصر على التسجيل ستقوم بالتسجيل وستقوم بتجاوز تلك المشكلة. هناك بعض الأشخاص يأتون ويجدون مشكل واحد فقط فلن يقوموا بالتسجيل، سيعقدهم ذلك المشكل أو لم أدري. أنا قد واجهت بعض المشاكل في أول خطوات أو في أول تسجيل في الإيردروبات، ولكن بعد التسجيل في الكثير الإيردروبات قد أصبحت لدي خبرة كيف أقوم بحل أي مشكل واجهني في أي إيردروب أو في أي محفظة. هنا ستقوم بالضغط عليها، ثم يقول لك هذا هو رابط الإحالة الخاص بك. إذا أراد شخص أن يقوم بتسجيل من خلال صديق أو شيء أو شخص، فليقوم بنسخ رابط الإحالة من هنا، ثم تقوم بإعطائه لأي صديق خاص، يقوم بإعطائك 1000 نقطة على هذا التسجيل. هذا كل ما لدينا في شرح هذا الإيردروب الخاص باليوم. نرجو منكم الاشتراك في القناة من ليس مشترك في القناة، وتفعيل أهم شيء خاصية الجرس لكي يصلكم أي فيديو جديد. ونشكركم على دعمكم لنا للقناة، ونحن دائما في الاستماع، وشكرا.